السلام عليكم. زار وزير السكن والعمران والمدينة اليوم ملعب دويرة، حيث أنه تفقد بعض الورشات اللي حول الملعب، منها النفق نتاع الفي بي اللي بطول 50 متر، واللي تم الأعمال تاع الأشغال تاع الهندسة المدنية به، وفيه زوج أنفاق واحد أخرين مازالهم قيد الأشغال. وكذلك تفقد اشغال الهياكل المعدنيه اللي راهي صايره تحت المدرجات، واللي هي الحقيقه هذيك الهياكل المعدنيه تتعلق بالملحقات نتاع الملعب، بحيث انه الملعب ما فيهش ملحقات تحت المدرجات، يعني كاين فراغ تحت المدرجات، اذا لملء الفراغ هذاك ملؤه بالهياكل المعدنيه اون بروفيلي ميتاليك، اذا لانجاز كل ما هو يتعلق بالخدمات نتاع الملاعب، من قاعات تغيير الملابس، وقاعات اخرى ومراحيض وكافيتيريات وما الى ذلك من كل هذه الفضاءات اللي مفقوده، يعني في ملعب دويره ما فيهش، لان المدرجات خاليه من تحت. إذا تم بناء هذه الهياكل المعدنية اللي يعني باش تعمر يعني الملحقات اللي يحتاجها الملعب هذا. وهنا نشوف في الصورة هذه أنه الأشغال هذه سوف تكون على أغلب دائرية حول الملعب، كما سوف نوضح هذا في الصورة نتاع المجسم نتاع الملعب هذا في اللي شفتوها في بداية الفيديو. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.